الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء من موقع فيرست أونلاين. طبعا زي ما عودناكم على منتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الصحة والجمال، النهاردة بقدم لكم منتج رائع جدا جدا، منتج حلو قوي للبنات الحلوين اللي بيحبوا يهتموا بجمالهم وبمنظر ضوافرهم. فالنهاردة بقدم لكم منتج حلو، بس قبل ما نتكلم عن المنتج ياريت حضراتكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر عشان معايا مفاجأة هايلة جدا جدا هتعجبكم في اخر الفيديو. النهارده بقدم لكم طقم الباديكير زي ما احنا شايفين مع بعض في الشاشه كده. ده شكل المنتج من الخارج. تعالوا معانا نشوف المنتج من الداخل. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض كده ده شكل المنتج، حلو جدا جدا واستخدامه سهل قوي. دي الماكينة بتاعت الطقم اللي انا بقدمه لكم النهاردة، بتشتغل بالحجارة. طبعا بتبقى الحجارة موجودة هنا زي ما احنا شايفين مع بعض في الشاشة، وطبعا بتبقى ليها عدلة معينة كده. مش بس كده، لا ده الطقم متوفر معاه كذا قطع لإزالة الأتربة وبرده الضوافر وإزالة الجلد الميت. تعالوا نجرب كده قطعة من القطع دي نشوف بنستخدمها ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض دي القطعة الأولى كده، بنحطها هنا وبنثبت القطعة عادي جدا، وبنضغط على الزر ده ونيجي عند الضفر كده ونقدر نستخدمها بكل سهولة. هتنضف ضوافرنا جدا جدا وتخلي شكلها جميل. ودي القطعة التانية بنستخدمها عادي برضو، دي عشان لو في تراب في ضفرنا ولا حاجه بنتكه هنا وبنقدر نمشيها على الضفر بكل سهوله، هتخلي شكل ضوافرنا جميل جدا جدا. مش بس كده، لا ده المكنه كمان مزوده بمبرد زي ما احنا شايفين مع بعض كده لبرد الضوافر، سواء ضوافر الايد او ضوافر القدم. ومتوفر معاه قطعتين زي ما احنا شايفين مع بعض في الشاشة كده لإزالة الجلد الميت من كعب القدم. زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنستخدمها عادي جدا عشان نزيل الجلد الميت الموجود في كعب القدم. طبعا الطقم ده حلو قوي قوي وسعره جميل جدا جدا. ما تنسوش الهدية اللي وعدناكم بيها في اول الفيديو، هي خصم 10% لاول 5 اشخاص هيطلبوا المنتج. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من منتجاتنا للشحن والتوصيل داخل وخارج مصر. تقدروا تتواصلوا معايا وتكلموني على الرقم التالي 010-24-11-973، ولو حضراتكم خارج مصر 002-010-24-11-973. تقدروا تزورونا من خلال فيرست AMS اونلاين زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة كده. طبعا فيرست اونلاين بتقدم لك كل الاقسام اللي موجوده لحضراتكم على الشاشه. طبعا كل قسم متوفر فيه المنتجات بتاعته. تقدروا تزورونا من خلال تسجيل الايميل بتاعكم هنا وتطلبوا المنتج، وانا هتواصل معاكم وهبعت لكم المنتج اللي حضراتكم تطلبوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.